أهلا بكم مشاهدينا، نتابع هذه الصور من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، حيث سيشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أول لقاء حواري تشاوري مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية. في إطار استمرارية اللقاءات التي عقدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع عديد رؤساء الأحزاب السياسية، وكذا ضمن التزاماته بتكريس سنة التشاور مع الطبقة السياسية. مشاهدينا، نذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل الآن إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة للإشراف على أول لقاء حواري تشاوري مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية. إذن مثل ما تشاهدون في هذه الصور، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتبادل التهاني رفقة رؤساء الأحزاب قبل افتتاحه لأول لقاء حواري تشاوري. نذكر مشاهدينا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصل الآن إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة للإشراف على أول لقاء حواري تشاوري مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة الوطنية وكذا المحلية. الحوار التشاوري الأول من نوعه يأتي في إطار استمرارية اللقاءات التي عقدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع عديد رؤساء الأحزاب السياسية، وأيضا تأتي ضمن التزاماته بتكريس سنة التشاور مع الطبقة السياسية بالبلاد. كما تشاهدون مشاهدينا في هذه الصور، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون داخل القاعة التي ستحتضن أول لقاء حواري تشاوري مع الطبقة السياسية. إذن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تبادل أطراف الحديث مع رؤساء الأحزاب السياسية قبل افتتاحه لأول لقاء حواري تشاوري معهم. نذكر بأن اللقاء الأول من نوعه يندرج في إطار استمرارية اللقاءات التي عقدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع عديد رؤساء الأحزاب السياسية، وأيضا تأتي ضمن التزاماته بتكريس سنة التشاور مع الطبقة السياسية.
On va tout enregistrer. Bien sûr.